ابو العنين. شكرا سيادة الرئيس. في البداية يعني انا عايز احيي معالي الوزير على التقرير القيم اللي شفناه، وعايز اقول لحضرتك النهاردة احنا اتكلمنا اقتصاد، اتكلمنا عن قضايا الاستثمار وقضايا الانتاج وقضايا التصدير، وحطيت النقاط على الحروب، ودي كل منها الحقيقة محتاج برنامج كبير قوي عشان نشتغل عليه. التاريخ هيتناقش ان شاء الله في اللجان، وهيكون لينا برضو موقف وتوصيات كبيره جدا، لكن انا عايز اقول لك انك انت شخصت صح، فانا بحييك وان شاء الله كل التوفيق لي. اما فيما يتعلق سياده الرئيس بالاتفاقيه، انا بعتبر الاتفاقيه المعروضه دي من اهم الاتفاقيات اللي تربطنا بافريقيا. الاتفاقيه دي بتدخلنا جوه العمق الافريقي، مش مجرد ملاحه، لا، دي لها بعد سياسي خطير جدا، ولها بعد اقتصادي ممكن انه يتصاعد ويتنامى كل يوم عن اللي قبل. البعد السياسي ان انا بخلق منفعه بين مصر وبين حوض وادي النيل كلهم، بطلعهم كدول حبيسه ما لهاش اي مطل، لا على بحر ولا لا بحر الاحمر ولا بحر المتوسط، وبطلعه بقول له انا بوديك اوروبا عن طريق نهر النيل اللي بوصله للبحر المتوسط. الحقيقه الموضوع ده اكبر دوله تقدر تهتم بيه وتقدم فيه الجديد والحديث والفكر مصر. مفيش اي دوله من الدول الثانيه هتقدر تقوم بيه. انا سعيد انه يبقى المقر هنا ونبدا نعمل دراساتنا هنا، لكن انا عايز اتكلم بقى على ايه؟ ازاي نعظم القيمه المضافه ليا عن طريق الاتفاقيه دي. الحقيقه الاتفاقيه دي ممكن تعمل كتير جدا مع الاتفاقيات التانية بتاعة كيب تاون والقطر اللي شغال والطرق اللي بتعمل بتدخلني في افريقيا، ومنها بقى المحاور الافقية نمشي على المحاور الرأسية بعد كده. سيادة الرئيس، المفروض ده يتاخد بعين الاعتبار ليس فقط كممر ملاحي، ولكن ايضا كيف يمكن ان احنا نعظم الدول المطلة على حوض النيل انها تكون معانا سند لكل مشاكلنا بعد كده في المياه الاقليمية. وعارفين اتفاقية عن تيبي عاوزة تخش وعاوزين يعملوا مشاكل، والمشاكل بتاعت اثيوبيا. احنا عاوزين النهاردة الدول المطلة كلها تبقى دول صديقة وتقدر تدعمنا وتقدر ناخد منها موقف ونخلق لها مصلحة بما فيها اثيوبيا. اثيوبيا لو عملنا لها مصلحة انها تبقى مطلة على البحر المتوسط وناخد ثمن ده باتفاقيات قوية، انا اعتقد ممكن جدا تتحل كثير من المشاكل في النقاش. انا بحيي ده، ويجب تعظيم هذا الموضوع بمنتهى الصراحه حتى اكثر من 2 مليون دولار دول. لو نقدر احنا نعظم دراساتنا ونعظم استراتيجيه التحرك الفتره اللي جايه لتعظيم ده حتى من مالنا احنا الخاص من مصر، انا اؤيد ذلك، وان شاء الله كل توفيق، ونشوف هذا المشروع بكل معالمه وكل تسويقه وكل اهدافه بيحقق الغرض المولود لدخول افريقيا وتحقيق مصالح مشتركه بين مصر وبين دول حوض النيل.